السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. النهاردة خبر مؤسف، فيه واحد مصري اتضرب في السعودية بخمس رصاصات، واحد مصري من المنيا. تفاصيل مقتل عامل مصري على يد سعودي في الرياض. لقى عامل مصري في السعودية مصرعه على يد سعودي بسبب خلاف على أجرة تحميل خضروات، وتبين أن المتهم أطلق خمس رصاصات على رأس خمس رصاصات من سلاحه أودت بحياة المواطن المصري. هو المواطن المصري يا جماعة للدرجة دي إن ملهوش لازمة أي حد يضرب فيه ولا إيه بالضبط؟ قالك وحصل على التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، ويدعى عاشر محمد حسن معوض، يعمل في الرياض مع ابن أخيه، واختلف مع القاتل على أجرة نقل الخضروات، وألقى رجال البحث الجنائي السعودية القبض على المتهم وجار التحقيق معه. وكشف التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه الصادر من مستشفى دلة أن المجني عليه حضر إلى قسم الطوارئ بعد تعرضه إلى طرق ناري وتوقف القلب والتنفس، وبالكشف عليه تبين أنه لا يوجد نبض. وتابع التقرير أنه تم إجراء محاولات لإنعاش الرئة والقلب ولكن دون استجابة. وأوضح التقرير الصادر من المستشفى أن الطلقات النارية كانت في الصدر والكتف والفخذ ما تسبب في وفاته. وكشفت مصادر مقربة من المجني عليه عشر محمد حسن معوض أنه سوف يتم نقله إلى المشرحة تمهيدا لتشريح جثمانه ونقله إلى مركز مغاغة بمحافظة المنيا بعد الانتهاء من التحقيقات مع المتهم وسماع أقوال الشهود. وكشف بعض العاملين مع المجني عليه أن القتيل يعمل بأسواق العويس في مدينة الرياض، ووقع خلاف مع المتهم السعودي بسبب الأجرة على نقل الخضروات. أطلق على أثره السعودي خمس طلقات على المجني عليه. يعني على كده أي حد مصري يا جماعة يروح السعودية لو اختلف على الأجرة يتضرب بالنار هناك. وتقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بخالص العزاء إلى أسرة المواطن المصري عاشر محمد حسن الذي وافته المنية اليوم الجمعة على إثر حادث إطلاق نار عليه بالمملكة العربية السعودية. أسفر أيضا عن إصابة ابن شقيقه حسين سامي محمد حسن حتى ود أخوه الضرب. وقامت وزيرة الهجرة بالتواصل مع السفارة المصرية والقنصلية بالرياض حيث تتم متابعة كافة التفاصيل القانونية من تحقيقات أولية، بالإضافة إلى متابعة الحالة الطبية للمواطن المصاب حيث استقرت حالته وتم نقله إلى مستشفى شميس في الرياض، علما بأن السلطات السعودية قامت بالقبض على المتهم بقتل المواطن المصري وإصابة ابن أخيه، ويخضع المتهم الآن للتحقيقات السعودية. يعني دائما يعني اللي بيتكتل بيدفعوا له دية. وأضافت الوزيرة أنه ستتم متابعة نقل جثمان المتوفي عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة الثقة في سير التحقيقات والإجراءات القانونية بالمملكة. وكشفت التحقيقات الأولية أن سبب الحادث هو خلاف وقع فيما بين مواطن سعودي وبين المجني عليه وابن شقيقه، وهما من محافظة المنيا مركز مغاغة قرية أولاد الشيخ، وكان الخلاف إثر نقل حمولة خضروات، وانتهى الأمر بإطلاق السعودي الأعيرة النارية عليهما، ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني. يعني يا جماعة دلوقتي أي حد في السعودية على كده يختلف على الأجرة يتكتل الضرب بالنار. هو يعني الإنسان ده تافه للدرجة دي، وبالذات يعني الإنسان المصري للدرجة دي تافه إنه يتضرب بالنار. وهل يعني هل مثلا هتبقى يعني الموضوع ده هيبقى زي كده على طول؟ يعني أنا لي أخين في السعودية على كده، أنتظر ممكن في أي وقت يجوني على كده مقتولين. أنا يعني أنا بطالب مصر عامة إنها تطالب بحق اتنين دولة، لأن يا جماعة
وصلت قبل كده من حوالي 6 شهور 7 شهور اتكتلوا 2 مصريين من الصعيد من قنا. الناس دول بلدياتي انا عامة يعني من القرية من مركز نجح حمادي يعني من مركز نجح حمادي من قرية البطحة اتكتلوا ولا حياة لمن تنادي. فنطالب بحق الجماعة دولة. والمصري مش كل مصري يروح السعودية يتكتل يا إما بلاش ما يخلوش حد يسافر يا عم. مصر ما تخليش مواطنيها تسافر السعودية تتمنع خالص يعني عشان الراجل رايح ياكل لقمة عيش وما عجبوش الإيجار السعودي يضربه بالنار للدرجة دي احنا تافهين. معلش يا جماعة الواحد متعصب لكن غصبت عني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.